يا هلا مرحبا فيكم، رجعنا لكم من جديد وندري كلنا وسمعنا من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وهم المسموعة أن دولة الكويت تشارك في 31 من مارس الحالي في فعاليات الحدث العالمي ساعة الأرض. ما المقصود بساعة الأرض وما أهمية هذا الحدث وما هي الجهات المشاركة؟ هذا اللي راح نتعرف عليه من خلال ضيفة البرنامج أنفال السلطان، رئيس لجنة العضوية في الفريق الكويتي للاحتباس الحراري. يا هلا مرحبا فيك أنفال. هلا فيك. بداية كلمينا عن الاحتباس الحراري، شنو هو الاحتباس الحراري؟ الاحتباس الحراري راح أقول لك مثال صغير. الحين إذا كان الجو بارد وركبتي سيارة وفي شمس راح تلقين السيارة تبوخ من داخل. شنو اللي قاعد يصير؟ أن الحرارة قاعد تزيد داخل السيارة. هذا شنو؟ هذا نوعا ما يعني مثال على الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري انه في غازات دفيئه هذه قاعده تزيد من حراره الارض. نعم. فاحنا ايش قاعدين نسوي؟ احنا بدورنا قاعدين نحاول ان احنا نخفض من نسبه ثاني اكسيد الكربون بالجو اللي قاعد يسبب هالحراره هذه. يعني قاعد نحاول ان احنا نقلل من نسبتها علشان نحافظ يعني مستقبلا على ان نخفض من نسبه هذا الاحتباس. جميل، حلو هالكلام. الحين بعرف انتم قاعد تنظمون ساعة الأرض، شنو تعنون بساعة الأرض وشنو هو؟ عارفين اياه. ساعة الأرض هو حدث عالمي بلش 2007 بسيدني باستراليا. الكويت بلشت تنظم هالحدث، شاركت الكويت ب 2008 بهالحدث. اللي شارك طبعا بس كان يعني كانت مجموعة صغيرة اللي هي معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت. هذول اللي شاركوا اول يعني 2008 بدايتنا. نعم. 2009 انضم الفريق حق مركز العمل التطوعي اللي هو تحت رعايه الشيخ امثال احمد الصباح. نعم. بلشنا شوي شوي نشتغل يعني بتوسع اكبر. بلشت الجهات تعرف شنو ساعه الارض، بلشت الجهات تشارك، طفينا يعني طفت الاضاءه بمعالم الكويت الاساسيه اللي هي ابراج الكويت وابراج التحرير. تواصلنا مع استراليا، قمنا يعني تسجل اسمنا ان احنا شاركنا عالميا مع الدول الباجي ب 2009 وبلش وتمينا ننظم هذا الحدث لي حاليا 2012. وكل سنه عن سنه طبعا قاعد تزيد المشاركات، قاعد تزيد الجهات اللي قاعد تشارك، الناس قاعد يصير عندها معلومات اكثر ان في شيء اسمه ساعه الارض. نعم. ينطرون كل شهر كل اخر سبت من شهر ثلاثه علشان ساعة الأرض هذه الحدث، إنه وين التجمع، شلون بيصير، شنو بتسوون، يعني الفعاليات اللي بتصير بهاليوم هذا. حلو، دامج تكلمتي عن هالفعاليات وراح نسألك عنها بالتفصيل، بس بداية أبي أعرف من الجهات اللي شاركوا وياكم بهالحدث؟ طبعا احنا عندنا رعاة حق هالحدث وعندنا داعمين. من الرعاة اللي هم ديرندير وكوكاكولا. نعم. وفي من الداعمين اليو ان دي بي، وعندنا شركه مجموعه الفارسي للطائرات الورقيه. نعم. ايضا يعتبرون من الداعمين، واتمنى اني ما كنا نسيت احد. هذه جهات اغلبها انا قاعد اشوفها خاصه، الجهات الحكوميه لقيتوا اي تعاون من قبلهم؟ هو عاده تشارك الجهات الحكوميه بس انه ما في دعم. نعم. يعني ما يعتبرون من الداعمين او من الرعاة الجهات الحكوميه. نعم، اوكي. ابي دوركم الاساسي بساعه الارض وش راح يكون وشنو راح نشوف؟ احنا بساعه الارض عاده دورنا احنا كاعضاء بالفريق نتواصل مع الجهات، نفهمهم شنو يعني ساعه الارض، اليوم هذا شنو بيصير فيه، شنو هو الحدث بالضبط. مثل ما احنا شرحنا توا راح نشرح حق الجهات الباجي انه شنو هي ساعه الارض، ليش لازم الناس تشارك بهالحدث، شنو اهميته. نعم. شنو الاهداف من الحدث نفسه. فوايد اشياء احنا قاعدين نشرحها حق الجهات علشان الكل يشارك. هو بالنهايه يعني احنا قاعدين نشارك ونتواصل مع المنظم الرئيسي اللي هو استراليا علشان نرفع اسم الكويت وعلشان نساهم مستقبلا ان يعني نحاول ان احنا نساهم ان احنا نخفض من الاحتباس الحراري هذا. حلو، جميل. ابي الفعاليات المصاحبه للاحتفال، يعني احنا كافراد وكشعب كويتي وكمقيمين على ارض الكويت ايش راح نشوف وشنو راح نلمس؟ أنا ما أقدر أقول لك شنو الفعاليات اللي بتصير، بس إن شاء الله يعني أتمنى أن أنتم نفسكم تكونون متواجدين هناك. راح يكون تجمعنا هالسنة بمنتجع صحارى يوم 31/3 يوم السبت طبعاً.
رح تطفي الإضاءة من الساعة 8:30 ل 9:30. الأحداث اللي راح تصير في وايد فعاليات، بس ما أقدر يعني صراحة حاليا أقول إنه شنو اللي بيصير. مفاجآت قصدك؟ طبعا خليها لوقتها. طبعا وفي وايد جهات مشاركة يعني وداعمين حق هالموضوع، وإن شاء الله يعني نتمنى وجودكم ان شاء الله بحيل الله. اوكي، هذا من ناحيه الوزارات، ونفس ما قلتي ابراج الكويت وبرج التحرير راح يطفي وغيرها. احنا كافراد يعني انا كفرد مستهلك للكهرباء، واكيد مساهم يعني ولو جزء بسيط يعني بالاحتباس الحراري، فشلون انا اقدر من موقعي كمواطنه ببيتنا ان اساهم بساعه الارض هذه واخليها فعاله اكثر فاكثر؟ شوفي، هو مو بس الجهات اللي تقدر تشارك بهالحدث، حتى انت كفرد تقدرين تشاركين، مو لازم تجين المكان هناك من بيتك. مثلا اذا انت قاعده بالصاله ليت الدار ليش مبطل؟ اخي اسكره ومنها ان انا قاعده اشارك في اضاءات غير ضروريه ما نحتاجها. نعم، فاذا كل ما يعني اذا انت من نفسك رحت سكرت الاضاءه هذه، فانت قاعد تساهمين يعني بهالمشكله هذه، بحل هالمشكله. نعم، من وجهه نظرك هل ساعه كافيه في ان تحل مشكله الاحتباس الحراري او ان تخفف منها؟ هو تبين الصراحه يعني ساعه مو كافيه. نعم. احنا ما قاعدين نحل هالمشكله كثر ما ان احنا قاعدين نحاول نقلل منها. الساعة هذه قاعد تطلع فيها نتائج وايد يعني وايد حلوة الحمد لله ومرضية. اي الحمد لله، وكل سنة عن سنة النتائج هذه قاعد تزيد، لان الجهات اللي قاعد تشارك اكثر، الناس اللي حتى لو هم ما يروحون مكان الحدث نفسه، هم قاعد يشاركون منهم ومن نفسهم. تلاقين في ناس بالبيت بروحهم طفوا الليتات، حطوا شموع، قعدوا سووا باربيكيو، سووا اي شيء، بس يعني يساهمون. نعم، هم كافراد يساهمون. في جهات تشارك، في يعني تشوفين الجهات تطفي ليتاتها، والصور توصل لنا، والصور احنا هذه قاعدين نبعثها حق استراليا وقاعدين نبين لهم كل شيء يعني. حلو، جميل، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بالختام ابي اقول لك شنو الرساله اللي حابه انك توجهينها حق كل مشاهدينا بمساء الخير يا كويت، شنو توجهي لهم رساله؟ طبعا احنا كفريق تطوعي اتمنى ان الكل يساهم بهالحدث والكل يشارك، علشان نرفع اسم الكويت ونبين حق العالم ان الكويت من الدول اللي وايد مهتمه بالبيئه ووايد يهمها هالاشياء هذه. فاتمنى يعني وجودكم صراحه يوم الحدث اللي هو راح يكون تجمعنا بصحارى، ويعطيكم العافيه. الحمد لله، الله يعافيك، مشكوره وايد، ما قصرتي، واكيد الساعه هذه راح تخلينا نكتسب يعني، وتخلي اغلب المشاهدين والمتابعين يكتسبون عادات يعني حتى لو صارت بيوم واحد، ممكنها تصير يوميه يعني، بدال ما يبطلون الليتات كلها بالبيت كله يعني ويقعدون بمكان واحد ما قاعد يستهلكونه او يستخدمونه، انه يعني يكونون يعني اكثر دقه واكثر حرص في استخدام الكهرباء. الله يعطيك الف عافيه، وشكرا جزيلا.